تقول بأنها تمسح الرأس عند الوضوء مسحة واحدة من منبت الشعر في المقدمة إلى المؤخرة فقط. تقول ما أعيده لأنه يكون علي صعب تنكيس الشعر إلى الأمام، هل هذا يكفي أم لا بد من الإعادة؟ صفة مسح الرأس التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدمة رأسه على الناصية، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. على المسلم أن يعمل هذا العمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أنه لا يذهب بهم إلى القفاء ولا يرجعهما، لأن هذا نقص في تطبيق السنة. والرأس الشعر عليك أن تثبتيه بشيء مما يثبته، ثم تعيدين اليدين من فوقه إلى الناصية أو إلى مبدأ المسح.